والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بيكم معاكم أشرف رمضان. في الفيديو ده هكلمكم عن أنظمة التحكم في الدخول أو الأكسس كنترول سيستم، وده موضوع كبير جدا. في ناس كتير جدا بتقول لي يا باشمهندس، هو أنا أقدر أتحكم في الدخول لأماكن مهمة زي غرف التيار الخفيف وغرف الكهرباء وغرف الكنترول روم والغرف الخاصة بالخزانات اللي فيها فلوس؟ هل الغرف دي انا هقدر اسيبها من غير ما اعمل عليها كنترول على الابواب؟ الاجابة لا طبعا، لازم اقدر اتحكم في دخول الناس او الافراد لهذه الاماكن المهمة. ما ينفعش ادخل اي شخص لغرفة كهرباء مهمة ممكن يدخل يعمل لي أي مشاكل ويعمل لي تمام مصايب كبيرة جدا في غرفة الكهرباء. نفس الكلام، ما ينفعش أدخل أي شخص على غرف التيار الخفيف يقدر يفصل أو يعمل قفلة أو يعمل مشكلة داخل هذه الغرفة، أو الغرف الخاصة في البنوك اللي بيبقى موجود فيها حاجات مهمة زي الفلوس أو الخزائن تمام اللي موجودة في البنك. ما ينفعش أي حد يدخل لهذه الغرف، وبالتالي بدأ ينشأ عندي نظام التحكم في الدخول، إن أنا بعمل أكسس كنترول على باب معين، ومن خلال هذا التحكم بدي سماحيات مين يقدر يدخل لهذا المبنى أو لهذه الغرفة والوقت المحدد اللي يدخل فيه، واقدر كمان ادخل الراجل ده باوقات مختلفة. يعني هو لو جاي يدخل عندي مثلا من الساعة 7 للساعة 2 خلال فترة الدوام، بعد الساعة 2 ملهوش اكسس ان هو يقدر يدخل نفس الغرفة اللي كان بيدخلها. بنشوف الانظمة دي كتير جدا يا شباب في الفنادق، لما حضرتك تروح فندق بتلاقي كل الكنترول في الابواب تمام من خلال كارت. الكارت ده بيتحدد لك زمن الحجز، ومن خلال زمن الحجز بتحط الداتا بتاعتك على الكارت، الداتا الخاصة بالحجز، وأول ما بيخلص الحجز أنت ما بتقدرش تدخل الغرفة بتاعتك. لو رحت المترو هتلاقي عشان أبدأ أدخل الناحية الخاصة بالمترو ده نظام تحكم في الدخول. يبقى أنا أقدر أشوف أنظمة تحكم في الدخول في الأبواب الداخلية وفي الأبواب الخارجية. لو حضرتك رحت في درجات سيارات تمام بتلاقي أنظمة تحكم في الدخول أو في عبور السيارات، يبقى أنت لازم يكون معاك كارت تمام، أو بتدخل بكارت موجود على السيارة عشان تقدر تدخل هذا الموقف. كمان أنا هتكلم في الفيديو الخاص بالأكسس كنترول سيستم على أنظمة حضور وانصراف الموظفين، اللي هي بتحدد الراجل ده بيبدأ يدخل الدوام بتاعه الساعة كام وبيطلع الساعة كام. كل الكلام ده هشرحه في فيديو تفصيلي او فيديوهات تفصيليه خاصه بانظمه التحكم في الدخول. خليك معايا في سلسله الفيديوهات الخاصه بالاكسس كنترول سيستم، ويلا بينا على الشرح.